أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الحادي عشر وهو الشوط الخاص باللقاي الجعدان المحليات الأصايل، شعارات أبناء القبائل الحاضرة بكل قوة في هذا المهرجان مع أسبوعنا الثاني. نسير بالصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأرى هناك اللي قاد المجموعة مضبوط على الصدارة. أحمد بن عتيق بن عبيد الرميثي يتقدم، ينطلق، يندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية، يليه مع المركز الثاني. مع المركز الثاني أرى التقدم والتسلل لجزيل سالم بن حميد بن عثعيد الراجلي، ياتي على مستوى تابع المركز الثالث، وأرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل. التسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع همال لحمدان بن محمد بن مصلحة الأحبابي، وعلى مستوى المركز الرابع ياتي شاهين لسعيد بالصغير بن قنون بيراد الكتبي. خامس الانطلاقات متعب لحمد بن عوض بن زيتون المهيري، وعلى مستوى المركز السادس أرى التقدم للنبراس لعبيد بن سير بن خيرات العامري. انطلق مع المركز السابع كي أرى التسلل لمصفوط محمد بن حمد بن مشيط المري، ياتي بتحديات مصفوط مع المركز السابع. المركز الثامن مبشر لضاحي بن يمعة بن سعيد العميمي، وعلى مستوى المركز التاسع يتقدم شاهين لسعيد بن سالم بن نايع الأغفلي. عاشر الانطلاقات، عاشر التحديات، هداد محمد الصغير بن محمد المنصوري. هذه النتيجة العشر المراكز المتقدم، ولكن بنعود مع الصدارة. نتابع البداية والمقدمة. مطلوب على الصدارة، مطلوب على المقدمة بشعار عبد الله بن عتيج الرميثي، متابعا منطلقا بهذا التحدي وبهذا الانطلاق المثير وبهذه التحديات الرائعة. منذ البداية على قمة الهرم يقود هذه الجموع، يشق طريقه لناموس هذا الشوط. مباعد المسافة، مطلوب بالأداء المتميز وبالعرض المثير والرائع، ولكن أرى متعب القادم مع المركز الثاني لحمد بن عوض بن زيتون المهيري. ثالث المراكز مبشر اللي بدأ يبشر بالخير بهذا الانطلاق ضاحي بن يمعة بن سعيد العميمي مصفوط، ياتي رابعا محمد بن حمد بن مشيط المري، ومع المركز الخامس يتقدم يتسلل شعار عبيد بن سهيل بن خيرات العامري على ظهر نبراس الكوكب الخماسية بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير والاتجاه، الاتجاه السليم، الاتجاه الصحيح إلى خط النهاية. ومطلوب على الصدارة، مطلوب على المقدمة، ينطلق بناموس هذا الشوط بدون أي أوامر، بدون أي تعليمات، يقدمه بهذا الأداء عبد الله بن عتيج الرمي، ولكن متعب يتسلل في اللحظات الأخيرة. حمد بن عوض بن زيتون المهيري يقدم متعب المركز الثاني، ينطلق مبشر لضاحي بن يمعة بن سعيد العميمي، ومصفوط قادم محمد بن حمد بن مشيط المري. أصبح الثلاثية بهذا الأداء، بهذه العروض الجميلة، طارا اللقاي الجعدان المحليات الأصل
الفصائل بتحديات شعارات ابناء القبائل، ولكن متعب متعب على الصدارة، مبشر من الجانب الاخر، مبشر متعب ومبشر التحدي المثير في الامتار النهائية، ولكن مبشر بشر بشر بالخير ليهدي جماهيره ناموسي هذا الشوط. ضاحي بن يمعب بن سعيد العميمي متعب في اللحظات الاخيرة بالتحدي بالانطلاق المتميز، ولكن مبشر تهانين الضاحي من يمعب بن سعيد العميمي، وسلام لسويحان سلام بهذا الاداء المتميز. متعب مع المركز الثاني لحمد بن عوض بن زيتون المهيري، مصفوط مع المركز الثالث لمحمد بن حمد بن مشيط المري. المركز الرابع مطلوب لعبد الله بن عتيج الرميثي، المركز الخامس جاء عتيم لعلي بن خميس بن محمد الخذيري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية بتقدم وتحديات هذا الشوط، ليأتي مبشر بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 6 ثواني و5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكة ضاحي بن يمعب بن سعيد العميمي، وسلام لسويحان سلام بهذا الأداء المتميز. المركز الثاني ينطلق متعب بتوقيت زمني مقداره 6 دقائق 5 ثواني و6 أجزاء من الثانية. تهانينا لحمد بن عوض بن زيتون المهيري. بينما اللي وصل مع المركز الثالث، هذه لحظات وصول ثالث المراكز بالتحديات الرائعة، وجاء مصفوط توقيت الزمني 6 دقائق 10 ثواني 5 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن حمد بن مشيط المري.